الخبز العربي، الفلات بريد، التورتيلا، خبز الساندويش، له أسماء كثيرة بنكهة الخميرة الفورية بمكونات كثير بسيطة وطريقة سهلة. جربوه وصحتين وألف هنا. دائما بدنا نبدأ بالمكونات الجافة. بدي ملعقتين كبار دقيق جوز الهند، كمان بدي نصف كوب من دقيق اللوز، ملح حسب الرغبة نص ملعقة كثير كويس، سيليوم الهاسك، الإسباغول المطحون بدي أستخدم ملعقتين كبار، إذا ما هو مطحون ممكن تستخدمه 3 ملاعق كبار. أنا ما راح أستخدم باكينج باودر، بدي أستخدم باكينج صودا. بدي نصف ملعقة كبيرة، وللنكهة القوية والفيتامينات والمعادن المهمة والضرورية بدي أستخدم اختياري، هاي تماما اختيارية، بدي أستخدم الخميرة الغذائية. بدي ملعقة كبيرة، ممكن تضيفوها وممكن لا، هي بتعطي قرشة وبتعطي هيك طعمة جبنة فيها كثير طيبة ولذيذة، وطبعا هي مكوناتها الغذائية وقيمها الغذائية عالية جدا وخصوصا بفيتامينات البي. هاي هي مكوناتنا الجافة. مهم جدا مثل العادة قبل ما نحط المكونات السائلة لازم نخلطهم بشكل ممتاز حتى تتوزع كل المكونات. أول المكونات السائلة بده يكون خل التفاح العضوي البيو، بدي نصف ملعقة كبيرة منه. شايفين الخل بدأ يتفاعل فورا مع البيكنج صودا. هلا بدي زيت زيتون، بدي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، آخر شي بدي المي الساخن، بدي تقريبا كوب وشوي أو كوب إلا شوي. أنا راح أحط أول شي نصف كوب وأخلط وأعجن، إذا كفاني أوكي، إذا ما كفى بدي أضيف شوي بشوي. هاي العجينة طرية وكثير كويسة، للاحتياط بدي أخليها 10 دقائق ترتاح، إذا صارت قاسية زيادة بدي أحط عليها شوية مي. نشوفكم بعد 10 دقائق. ملاحظة مهمة طبعا، أنا عم أستخدم دائما الفود بروسيسور، هذا الموضوع اختياري، ممكن أنتوا تعجنوا باليد لو حابين، لكن هي راح تعذبكم شوي وتاخذ وقت معكم، لذلك استخدموا المكينة بيكون أسهل وأسرع. هلا بدنا نمد العجينة، طبعا ممكن تستخدموا الشوبك، ممكن باليد، وممكن مثل حكايتي أسهل تستخدموا التورتيلا بريس، تورتيلا ميكر، هي عبارة عن قطعة من الحديد من فوق ومن تحت، نضغط العجينة ونحصل على الشكل اللي بدنا إياه. أنا أخذتها من الإنترنت من الأمازون. ها هي عجينتي صارت جاهزة، هلا أقسمها حسب العدد اللي بدي إياه، إذا بدي إياه كبار أخليها قسمين أو ثلاثة أو أربعة، أنتوا حسب ما بدكم إياه.
هلا بدي استخدم مقلاة غير لاصقة وبدون زيت، بس تسخن شوي. أبدأ أحط الخبز عليها وأقلبه تقريبا كل وجه، ياخد دقيقة ونص إلى دقيقتين بيكون جاهز. وأطيب خبز تورتيلا، خبز فلات بريد، خبز عربي راح تشوفوه تجربوه. وصحتين وألف هنا، وقرب قرب على الطيب. وهيك يا حبايبنا حبايب القلب، صار الخبز العربي، خبز التورتيلا، خبز الساندويش بنكهة الخميرة الغذائية صار جاهز. كثير طري ولذيذ وغني بالفوائد، بيصلح لكل شيء. جربوا وما رح تندموا. صحتين وألف هنا، وقرب قرب عالطيب.